كما تلاحظون يا اخوان يعني لاعب مضمون ان شاء الله، لاعب ايبيك او لاعب بيك تايم مضمون يا اخي الكريم لاوتارو مارتينيز. نعم يا اخوان لاوتارو في مقطعنا هذا جبت لكم يا اخي الكريم ثغره اسطوريه للحصول ان شاء الله على لاعب هايلايت او لاعب ايبيك، يعني لفت ب 100 كوينز. لاحظوا معي يا اخوان حصلت على اللاعب هايلايت، لاحظوا، وانا متاكد يا اخي الكريم اذا جربت هذه الثغره سوف احصل على لاعب هايلايت او لما لا يكون من نصيبي لاعب بيك تايم يا اخي الكريم لاوتارو مارتينيز او تشالهانوغلو او ديفريتش. ما عليكم يا اخي الكريم سوى اتباع هذه الخطوات وان شاء الله لما لا سوف تحصلون على لاعب ايبيك، انا متاكد يا اخي الكريم يعني الثغره ليس مضمونه 100% بل سوف تزيد حظوظك اكثر من 70%. بالنسبه لاول خطوه الدخول عند بافارد ثلاث مرات هكذا، ثم يا اخي الكريم نفس الشيء عند تورام، ثم يا اخي الكريم مره واحده عند اسيربي، نفس الشيء عند كوادرادو، ثم نفس الشيء عند كارلوس، نفس الشيء عند كليسن، ثم نفس الشيء عند سانشيز وكذلك اللاعب الاخير كما ترون. بعد يا اخي الكريم اربع مرات عند ديفريتش، ثم نفس الشيء كذلك عند تشالهانوغلو، ثم يا اخي الكريم مرتين عند لاوتارو مارتينيز هكذا، والاطلاع على احصائيته هكذا. ثم يا اخي الكريم ما علينا سوى الرجوع واللف ب 100 كوينز او 900 كوينز يبقى اختياركم. كما تلاحظون يا اخوان يعني لاعب مضمون ان شاء الله، لاعب ايبيك او لاعب بيك تايم مضمون يا اخي الكريم لاوتارو مارتينيز. نعم يا اخوان لاوتارو مارتينيز كما تلاحظون يا اخوان يعني من اول لفه حصلنا على لاوتارو مارتينيز. كما تلاحظون احلى سكرين شوت للاوتارو